قصتنا الآن التالية هي عن السمنة. بعض الأطفال رح نشوف الآن، الطفل عمره 11 سنة رح نشوف إيش قد وزنه، وأخته اللي عمرها 20 سنة إيش قد وزنها. خلي نتابع الآن هؤلاء الناس المرضى بمرض السمنة، خلي نتابعها من هذا التقرير. قصتنا الآن التالية هي عن السمنة. بعض الأطفال رح نشوف الآن، الطفل عمره 11 سنة رح نشوف إيش قد وزنه، وأخته اللي عمرها 20 سنة إيش قد وزنها. خلي نتابع الآن هؤلاء الناس المرضى بمرض السمنة، خلي نتابعها من هذا التقرير. طبعا احنا شفنا الطلاب كلهم رجعوا من المدرسه ووصلوا لبيوتهم ما عدا حيدر. شلونك حدوري؟ زين الحمد لله. طيب يا صف حيدر؟ صف الخامس. حدور شنو هاي يعني انت ما تقدر تمشي له؟ لا ما اقدر امشي. هاي من ايش وقت؟ من الطفوله. هاي من ايش وقت؟ من الطفوله. وانت تتعب ان تمشي؟ يا اتعب. شنو تتمنى؟ شنو تريد؟ أتمنى أضعف. يعني ماكو، ما خذوك الطبيب، ما عالجوك، ما شافوا السبب؟ ما شافوا السبب. يعني من تمشي أنت تتعب وتقعد؟ أتعب وأقعد. وبالمدرسة؟ بالمدرسة. بالمدرسة قادر رحلة. وحدك؟ إيه. أكو بيهم يضوجونك بالحكي. بس انت سنين ليش بالبيت؟ لا بعد اختي. وينها اختك؟ قاعد بالبيت. موجودة يعني؟ نقدر ايه. نشوفها؟ ايه. طيب ماشي، خلينا نروح نشوفها. وزنك ايش قد؟ 160. 160. اكو عندكم احد بالعائله؟ لا. امك؟ لا. اكو؟ لا. من شو وقت بديتي تعانين من السمنه؟ انا صغيره. من طفولتي. ما دخلت المدرسه؟ لا ما دخلت. تريد تتعلمين؟ ايه اريد اتعلم. شو تريد تصير من تكبر؟ معلم. انت ايش قد وزنك؟ 79. عمرك؟ عمري 11. فرق واضح بين العمر وبين الوزن. الله يسعدكم.